طلع 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 سمع 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 كي جات ما شاء الله تبارك الله طلع 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 سيدي الروز الروز اختي الروز اللي يغني ويقول لك روحي تابليني يلا بسم الله يلا هنايا شوفي 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 هودي 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 يا اختي هودي هودي شافي 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 اختي الراس تاع ام زينب شاشه ما شاء الله تبارك الله عليك بسم الله السلام عليكم كي راكم دايرين يا العزازات ويا الغاليات يا خواتاتي الحبابات كي راكم دايرين اليوم اخواتاتي العزازات جبت لكم احسن ما عند ام زينب اليوم غتوجد لكم ان شاء الله غادي ندير معاكم بيتزا وندير واحد البلان تاع الروز شابه كما تبغي الخاطر ان شاء الله خواتاتي العزازات نتمنىكم تكونوا في صحه جيده وتكونوا غايه وتكونوا ما شاء الله عليكم هنا يا خواتاتي العزازات جبت معكم هذا الاناء يلا نبداو البيتزا تاعنا حاضره بسم الله عندي زوج مغارف زيت بسم الله ها هي حبه بيض اختي هنا نديرو ثلاث مغارف تاع الخميره تاع الخبز ثلاث مغارف تاع مغارف تاع الخبز دير حليب بارد ماء سخون بسم الله هنا خواتاتي العزازات عندي الملح بسم الله بصي ونرونو الفريلة تاعنا بسم الله هنا ديرو حتى تلم لكم العجينة السلام عليكم كي راكم لاباس هايا راكم مريقلين أمخي الحمد لله والله أنا غاية الحمد لله في هذه الساعة بصح الحرارة شوية توحشك خواتاتي الله يسلم ويسلم الخير إن شاء الله تعالى نحبهم ونموت عليهم الله ينورهم الله يجعل ربي يحفظهم والله فتحوك النهار قلت لهم العيد انت هنا قلت لهم فتحوا لي ولدي وكاع والله كاع تفكروا كاع شي فتحوا لي والله كاع فتحوا الله يحفظهم الله ينورهم يا المهم راكم غاية مريقلين والله اللي عيدنا غاية والحمد لله يا ربي راني عند أم جنة خاطري إذا قلت لها وليدي عبيني عند أم جنة نقعد شوية خواتاتي العزازات غادي نخليوها تخمم واحد الربع ساعة كما نقولوا 15 دقيقة هذا ما كان البيتزا 15 دقيقة تسويت اليوم كنت غادي ندير واحد المبسة وانا غادي ندير واحد البلاطو تاع الروز طايب يعني ما غاديش طيبو شحال ما درت المبسس واه المبسس والله تاعك كاع ما يشبعش والله شحال درت انا تاعك شباب تاع يا يا انا وانت فوتيني واه شحال ما درت تاع ها العريسه تاع يا نوض قاعد من الفراشه يا سايل يا العيد فات يا نوض حزبي حزابك مع ام جنة يا اختي الطابليه ها ام جنة جاتكم مع اختكم الياقوت شحال صوني على نوره قلت نوره تخدم والله بيا بيا نخدم لا سقساوني على ما عرفتش تبان قلت له ودي تخدم ما عندهاش الوقت هي ان شاء الله باذن الله اللي يحب نور اختي غادي ان شاء الله ندير معاها فيديو في اقرب وقت ان شاء الله يا اختي عندها الخدمه ها زبط لكم الفوكال تاعها زبط لكم الفوكال الصباعيه طابتها طلعي منها مطيره طلعي منها تواليه قالت لي راني خدامه تقول هذه مراه الاعمال يعني تقول لك تخدم لا لا مسكنه تخدم اي خواتاتي وحنا من بيناتنا خواتاتي حنا اللي جا داك هو ما اصلا دارك انت الحلوه ما عندناش زعما يا علاش ما جات ولا نور علاش ما جات ولا شاد الزيت هكا قلنا ندير شويه الصاق ودات دارت الزيت هنا باش العجينه ما تلسقلهاش اي وندير هنا تخمرها باش هذاك تنقلع ورا ديروا لي تخمر غادي ندير شويه تاع الماء سخون هنايا ونديرها هنا تخمر خواتاتي ها هنا عندي الرز فيض صح ودرت فيه شويه تاع الملح ودرت مغير فتاع الزبده بهذه الطريقه خليته يبرد ما درت حتى حاجه خليته يبرد خواتاتي وها هو ينطيب الرز طايب خواتاتي هذه وصفه الزوجه ان شاء الله وبيت فوالا خواتاتي العزاز عندي شويه تاع القزبر ها هو قزبر وعندي فصيصه تاع الثوم وعندي البصله هنايا تاع الثوم هكا ونزيد عليها شويه تاع القزبر ماشي بزاف اختي حنا نطيبوا بالقزبر بزاف ما نطيبوش بالمعدنوس بزاف ولا لا الياقوت نيشان طيبوا بالمعدنوس ولادنا هذه هي هنايا هنايا العقده تاع الروز الزيت الطريقه هذه زيدي اختي الملح بسم الله والقزبر والثوم طحنوا البصله بهذه الطريقه بسم الله هاي الطاجين تاعي ونديروها هنايا كيما هكذا عندي فلفل اسود عندي كركم بسم الله حبيبتي الحلوه عندي قرفه فلفل احمر عندي كرويه عندي كرويه حبيبتي سكن جبير بسم الله ردي عليا ذوقيها وردي عليا حبيبتي الحلوه هنا خواتاتي عندي السمن غادي نزيد مغرفه كبيره تاع السمن في الروز مغرفه كبيره تاع السمن هذا ما كان ونخليه يتقلى وغادي نوريكم ان شاء الله على خاطر خاطركم هنا نزيد مغرفه السمن تبقى تقلى كامل هذه العقده هذه
الا ما درتيش هذه الطريقه تاع البصله ترحيها بهذه الطريقه ما تجيكش شابه. البصله رقيقه راني طحنتها، يعني ما تشوفيهاش كاع. ها شوفي شتي البصله، جيبها الطريقه هذه ما شاء الله. هنا نديرو الروز بصح ماشي كلش، ديروا على حساب ما تاكلوا، وكل خطره كتبغيو ديروه وخلطوا اللي من تحت يرجع من الفوق. واو هي أيوة، تبقاك شغل تقليو فيه. واش ندير معاك بحال بزاف خوتي وخواتاتي. ها شوفوا شاهدوا شحال درتي انا تاع درت غرفيه من هذا الجغرافي من هذا. ايه ندير حشو علاش لا جاوك تصال. ها هو كاين واه ندير الموين شويه. هذا هو تاع المدرسه ديالنا اللي قلت لك انايا راسلناها. هذا العكس عجبني انا. هذا ما هو هذا يجي يشبه دوك الشوك. هذا يا خويا درتي كم من هذا. ها هو ندير شوفوا شوفوا خوتي وخواتاتي المقله هذه كبيره اختي. واه راس المقله الا مقله كبيره هذه بركه فعلا. واه يدبر راسك. ما درتي غير السميد الرقيق انا. السميد الرقيق وزدت حتى دار رقيق ايوا تما وحرش هذا شباب. ايه فوالا فوالا الدهن سعيد فعليا ولا مازال؟ تما ذوبو غير شويه الدهن. غير شويه باش تقدر تخليه يحاول. هاي زدت الملح مبسط على الياقوت. واي 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 يا لسه تاع خاتكم الياقوت. زيد الزيت مذوبه. لا خلي سلاك لي سميدو صافي. حط لي انا في السميد مازال ما دارش مازال. ها صح واي قص حسينا. عطيني غير شاطر. عطيني غير الزيت اللي قدامي. وين الزيت؟ ابدا لتحت. لا ها بوز اختي الياقوت راها قطع خرج الدجاج وقالت لي سنا ندير معاهم. ها هو ها ندير حتى انا. لعبت لعبت. شحال ديري زعما؟ ما نعرفش انا بالمترات. الياقوت راه عيا يا الياقوت. رمضان عياها الياقوت. لا رجلت بكري مع اربعه رجلين. شوف ها هو نص كاس انا بالمترات ما نعرفش بنادم. شو المترات؟ مليمتر شكون نعرف؟ زيدي هنا يضرب كاع. وبصح هذا الدينار هذا كيدير من حكا تما ما نورمال. سما شوفوا كاس نتاع فوالا قل محام كاين. المهم زوج كيسان بالك كاس تاع تاي كاس تاع لا اكثر كاس. هذا كاس قل شويه. ها حش شويه. بسم الله. ندير السكر ولا والو؟ تبغي دير نديرو قريصه. لا عيب براسك انا دابا كنقول لك البسه تاع كتب كي دايره. ما يتشرب قلت لكم ما يتشرب ولا ها يا قلت كيفاش دروي؟ السما راه كتقولي مع المبسه تاعك. اه راني نسوا ولا غلاو؟ اه الجمهور تاعك راه بالي انت حرقت لي قلت بالكوشه كي راك تخدمي خوت. والله لا هو لعبتي بزاف. هادي على بالك الصباح هادي. اقسم لكم لا دارت خربه في يدها. يا قلت انا هو الميتي بروفيسيونال. ها؟ والله بروفيسيونال مشى. هذا هو الميتي راك حارقه يدك عليه. راك تطلي غير مع الخوز مدرقه. راه ضربه فيها الحطه يا اختي ضربه فيها الحطه وضربه فيها. فرنسا ما بغيتيش تجي. خمار الشباب الياقوت. واه شريتو على التونسي. ها؟ شريتو على التونسي. لا سميوه سميوه. شكون؟ الهندي. اه شباب خمار الياقوت. تاع تاع شوفي والله العظيم كاين شباب نجيب واحد انايا. زيد ثلاثه هكا واحد خضر وواحد خضر يجيني شباب الياقوت انايا. شوفوا كي داير شوفوا. والله شباب غادي ان شاء الله كيمشي الخميس بالك نمشي على جاله نجيبه. شوف انا ما عنديش نوض الصباح. انا اول واحد اي اختي راه الياقوت تلبس. الله الله الياقوت راه كي جايه غير شات ونواس. ها واش كندير مع ها؟ شنو ما يطمرش في هاد الدنيا اختي بصحتك وراحتك. اه كما قلتي انت. السطره مليحه. السطره غير المراه المستوره وغير المراه اللي ساطره روحها وساطره عرضها. فوالا هي خواتاتي تابعونا وخليوا لي قلت البنت اللي مستوره شويه الماء. ديروا تسويت الماء ولا ديروا تسويت الماء؟ الدهن بقى لي الطاجين ما درناهش. صح هذوك نديروه. حكه حكه ونص تاع هذا. بصح زعما الا ترونت كما نقولوا حنا. لا لا ترونت سيبو سيبو نزيد لها. درتيها في المغطل ياقوت. واه دابا وين حطيتها؟ نحرق ماشي ها لا لا ها
يتقل بها. قلبه ونفس طعم التقيق ونعاود ايوا نديروها طيب صح حتى تتحمل مقلة. الخوتاتي انتوا عليها بروفيسيونال بروفيتي وتعلموا يا البنيات جاب خاطر بقاو هاد العشية رجاكم نتوما لوالديكم بزاف تعزوج لالا جات صنايعيه صنايعيه ما كاش فتحه ولا شافي شاف شاف ما تصيبوش حد فتحه ولا حله ولا تصيبوها مش زعما لا تصيبوها واو 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 زيد دير لها ترطاب يا اختي يعطيك الصحه يا اليقوت ورقدتها من الشخشينه مشي مليحه يلا بيتزا خمرت كيما يبغي الخاطر يلا اختي نحلوها وما شاء الله شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا ما شاء الله ديكازيوها كيما هكذا ديكازيوها شويه ها فوالا خواتاتي العزازات الغاليات هنايا ها هو قطعتها غادي ديروا بها شحال من بيتزا ماشي ديروا بها غير بيتزا وحده فوالا خواتاتي ندير شي تاع السميد هنايا غادي نحلها كامل بهذه الطريقه هذه هكذا نحلها ورق الزبده ها هنا وترقوها ترقوها حتى ما تقدروا شوفوا كش هذا مجمع الطرف الطرف فوالا خواتاتي العزيزات نديروها هكذا مع الطرف الطرف كامل نفوتوا عليها بالفرماج ها العصره مصريه ما ديرش يلا خواتاتي يلا يلا ديري الفرماج كيما هكا وعصره مليح كيما هكذا اختي اللي قلت ما عرفت كيفاش دارت هذيك على يدي حماما خواتاتي هذا السجاج الشعر بصا الله يجيب الخير والخمير ما قلتش معاه مساكن ما شافوني ها ما قلتش معاه مساكن ما شافونيش ها كيما هكذا هاكا بسم الله هنايا ندير طوماطيش هنايا كيما هكا بهذه الطريقه تاع ام جنه هذه عندي فرماج تاع الترك فرماج خواتاتي تاع الترك غادي نحط شويه كيما هكذا هاكا يجي شبيه فيها من داخل هاكا نحطوا الفرماج هنايا هاكا بهذه الطريقه هذه هنا عندي كفته كفته فيها الملح وفيها شويه تاع القزبر شريتها مخدومه خواتاتي عزيزات نحط كيما هكذا شويه تاع كفته كيما هكا بهذه الطريقه شويه تاع كفته هكا حطوا الكفته خواتاتي عندي بطاطا بطه فايده يعني فايده بطاطا ها بطه فايده غادي نحط هنايا شوفوا هنا عندي فرماج فرماج هكا داير ما شاء الله غادي نحط هنايا فوالا خواتاتي العزازات هنايا عندي زوج خبيزات تاع البيتزا غادي نحل هذه ونحل هذه نحلها ونرجع معكم خواتاتي العزازات وغادي ساي دخلت البيتزا اختي كملت المبسه يلا معايا خواتاتي الغاليات هنايا غادي نحل الاولى كيما هكذا ما شاء الله نحل الاولى هكذا هذه يقول لها البيتزا مدفونه الله يلا غادي نرققها تماما تمام من اختي العزيزه ها خواتاتي جات رقيقه ما شاء الله شافوا جات اكثر من اللي رقيقه شابه غادي نحطها هنايا ما شاء الله هلا خواتاتي كريم فريش شغل قاصحه جايه كامل الفرماج خواتاتي العزازات هذه كريم فريش هنايا غادي ندهن كيما ها باش تخليو شويه مع اطراف ما ديروش خواتاتي غادي ندير شويه تاع كفته درت لكم بيتزا نورمال ندير شويه تاع فرماج ها خواتاتي هنايا نرفدو بيتزا هكا بهذه الطريقه هذه نرفدو هكا العجينه تاعنا ونحطوها بهذه الطريقه هذه ها شوفوا هذه الطريقه هنايا نفوت عليها هكا فوت عليها رقب عليها البيتزا ورقب عليها تشوخت الله ينورك فوالا شتا نحيو هذه نحيوها نعاود نديرو بها هذه هنايا نعصرو شويه هنايا هكا نعصرو كيما هكا بهذه الطريقه هذه وخواتاتي العزيزات عندي هنايا البيض ها هو البيض غادي ندير من فوق تاع هاد البيتزا هذه وندهنا كامل بصفار البيض ما ديروش بياض البيض تاع الحبه السوداء انا شربيزه ديالها تاع الحلقه اخواتاتي الكفته اللي وريتكم اللي فيها القزبر وفيها الحشيش
غادي ندير هاد التقله بالنسبه للروز. بالنسبه للروز غادي ندير هاد التقله هنايا. ها هو درت اللوز يتقلى تبيعين هادو. فوالا غادي نديرو كيما هكا رقاق كيما هكذا. اللوز راني قالياتو هنا بالنسبه ل... بالنسبه ل... ل... للروز. فوالا خواتها تصي هاي بارك الله. درو كيما هكذا يتقلى شويه. كنديرو شويه تاع الزبده هنايا هاكا شويه تاع الزبده خويا فوالا غير شويه متقليوهاش بزاف غير باش متقبلش بصح لا شويه ديرها من هنا وزيد عجبك شتو خواتاتي كيفاش دايره بتاعها هادي تقلبوها هنايا ها حيدتو الواحد ديرها كيما هكذا فوالا خواتاتي العزازات هنايا شويه تاع كفته نقلبوها ديرو كتومو هنايا ها هاكا فوالا غندخلها الكوشه ونرجع مع خواتاتي الحبابات فوالا خواتاتي العزازات الغاليات راكم حوم جنة راكم تشوفوا ها يلا ما شاء الله راني موجده الطابله هنا ديالي راني نغرس الورد غادي ان شاء الله كاع عندي راه ورد هذيك ان شاء الله باذن الله خواتاتي غرسها هنا النعناع راكم تشوفوا ام جنة راني غير معجرده شوفوا النعناع ما شاء الله شوفوا النعناع النابطه خواتاتي شوفوا شوفوا يلا هلا مع النابطه النعناع الله الله يا خواتاتي مازال نزيد نغرس هنايا ما شاء الله غادي نزيد نغرس غادي نردها غير نعناع وخضره وكل شيء شوفوا خواتاتي العزازات شوفوا شوفوا يا خواتاتي شوفوا لي على هذا الزين 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 انا خواتاتي درتها في المهار شوفوا الله 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 خواتاتي الحلوه روحي تبعيني معايا روحي الياقوت روحي الياقوت شوفوا البيتزا كي خرجت يا اختي العزيزه شوفي شوفي الله الله يا اختي شوفي البيتزا كي دايره شوفي شوفي ما شاء الله شوفي يا اختي شوفي ام جنة ها شوفي البيتزا شوفي بيتزا ها شوفي شوفي جات طوب خواتاتي العزيزات شوفي يا لالا الروز شوفي الروز شوفي شوفي الروز بسماتي نتاع الجزائر الروز الجزائر تبعيني ولا هادي قلت تخبى منه ها هو الروز يلا هنا خواتاتي نحطو ونو قبطتنا هنايا يا قلت النو قبطتنا واش نديرو جا كي نقول لك رائع رائع وداك البيتزات يلا هنا خواتاتي الغاليات غادي نحطها هنا بسم الله غادي نهوت تحكم لها ياكوت ثاني فلا باب وهي عند الدار ها خواتاتي الغاليات العزازات ها درنا فطور اختي الياقوت نكبر اختي انا ما تجي تكبر بيا شوفي الله شوفي الله يكبر بيها شافي البيتزا البيتزا ديها شفتي فوالا خواتاتي العزازات الغاليات البيتزا على بالك ما قلتش واش ديري انا اللي قلت لك عليها البيتزا قلت لها بخاطري في رمضان شتك درتها وعجبتني ها يا اختي العزيزه قلت لها عجبتني خصني ديرها لا يا راه شوفي 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 روحي اللي قلت منها اي فوتي يلا زيدي وفوتي يلا هي روحي انت متعبتي هي قلت روحي من اختي يلا 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 طلع 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كي جات ما شاء الله وتبارك الله خواتاتي واش نقول لكم شوفوا 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 يلا 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 طلع 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 شوفوا كيفاش جات شوفوا كيفاش جات خواتاتي ما شاء الله ما شاء الله مع البطاطا جات روعه ما نقول لكم شفتي فورماش شوفي هنايا بيتزا روعه 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 يلا وحبيباتي يلا حبيبتي البيتزا تاع ام جنة ضربي هكا وفوتي هكا مع حفي الدراجه اختي يلا ضربي البالو يلا 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 ها حفي الدراجه راه يلعب دروك اختي هنايا يلا هي المقدم الجزائري يلا اختي يلا 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 تبعي اختي البيتزا تاع ام جنة شوفي يلا ما شاء الله على البيتزا تاع ام جنة زيدي الروز الروز اختي الروز اللي يغني ويقول لك روحي تاكليني يلا بسم الله يلا هنايا شوفي 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 هودي 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 هاودي يا اختي هاودي هاودي شافي 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 ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله على الطير تاع ام جنة قول اختي يا قوت اش رايك اختي ما شاء الله ما شاء الله يعني ما نقول تي راك شرام اختي الله لك شرام شوف 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 يلا باش نهود اختي باش نهود باش نهود الروز الروز تاع ام جنة الروز الروز تاع ام جنة اختي الروز تاع ام جنة شاشة ما شاء الله وتبارك الله يلا خواتاتي شوفوا شوفوا الروز ما شاء الله الروز يلا ديروا متعبين شوفي 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 شتا هو اللوز اللوز اختي نوضوا متعبين تبعوا ام جنة والله لا تربحوا هاي 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 واو 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 والمبسس ايه الياقوت يلا 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 يا اختي يلا يا المبسس تاع اختي الياقوت اوه شوفي هنا شوفي ان شاء الله شوفي هودي هودي هودي
يلا اختي. لا تقوليش ماشي شابة يا اختي، ما تقولي ليش حنا ما عندناش الدرع، ما تكومونتي ليش اختي في الكومونتير تقول لي ما جا الشابة يا ام جنة. ها يا شابة ولا لا؟ يا شابة ولا ما جا الشابة يا اختي؟ شوفي لمبسس كدايا، شوفي من برا قاصح ومن الداخل رطب اختي. مرسل شعبي مرسل. يا سلام يا سلام، شوفي شوفي يا سلام يا سلام، اليوم يحلى الكلام مع اختكم الياقوت ولا حتى يا اختي، والماكله والبيتزات. ياي ياي ياي، ندوق معاكم الشهيه هذه. من غير فرجه ها؟ نجيب لكم غير فرجه. شوفوا هنايا بسم الله، شوفوا 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 شوفي يا اختي العزه، شوفي شوفي ما تقوليش مش شابه، شوفي شوفي ما هنا من تحت، شوفي طيبه ولا ما طيبهش. طيبه ندوق معاكم شويه اختي. بسم الله بسم الله بسم الله. نقول لكم يا خواتاتي يا العزازات يا الغاليات، شوفوا شوفوا واش نقول لكم، واش نقول لكم. يلا اختي ندوق معكم الروز، الروز اللي يقول له قعد في بلاصتك انا ناكلك. شوفي شوفي مع شويه تاع هنايا كفته، ها كفته ما ديروش على يدي راه مكحل، راكم شايفين الكاس تاعي يا بني عمي يا ناسي. الروز هذا الروز تاع زمان يا الياقوت، دوقيتي يا بسم الله. لا راه الياقوت بسم الله. شباب يلا يا خواتاتي، يلا هو واش نقول لهم الياقوت؟ جربوا وصفات، جربوا والله ما تندموا على الوصفات تاع ام جنة. الحمد لله هنا ذقنا الروز، يلا واه ما يشبعش. عندك هيك شبع هاو احل قدام ادري لايك لايكي لايك حبيبتي الحلوه، الله ينورك وربي يحفظك ويجعل لك مقام في الجنه. ديري اللايك باش تقدر تساعد تفاعل ويشوفوها كامل الناس. ولا. وما نخليكش بلا ما ندوق معاك المسطرتي خلطي، حنا جزائريين مخلطين. لو نجي بخاطر نجي نشوف لي خاتكم الياقوت راه واجده. يلا بسم الله.